في الوقت الذي عبرت فيه التنسيقية الوطنية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد على تفاعلها الإيجابي مع مناشدات ممثلي آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، وقامت التنسيقية الوطنية بتعليق خطوة مقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة. نجد وزارة التربية الوطنية عبر أكاديمياتها تتعنت مجددا وتعمل على توقيف المزيد من الأساتذة والأستاذات بدون موجب حق رغم تسليمهم لنقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات، مما يبين بالملموس المقاربة الانتقامية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية عبر أكاديميتها الجاوية للتربية والتكوين التي تسعى إلى عرض الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد على مجالس تأديبية فاقدة للمشروعية القانونية، بحيث أن هذه المجالس التأديبية التي سوف يعرض عليها الأساتذة والأستاذات تبين هشاشة التشغيل بالتعاقد، حيث أن زملائنا الرسميين لديهم في هذه المجالس التأديبية ممثلين لهم. الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لا يوجد أي تمثيلية لهم في هذه المجالس التأديبية، بمعنى أن الخصم هو الحكم في نفس الوقت في هذه المجالس التأديبية التي نقول على أنها فاقدة للشرعية. وبالتالي اليوم وزارة التربية الوطنية عوض فك الاحتقان الموجود داخل قطاع التربية الوطنية تصب الزيت على النار من خلال نهجها لهذه المقاربة الانتقامية، من خلال عزمها على عرض أساتذة وأستاذة تحتجوا بطريقة حضارية على مجالس تأديبية فاقدة للشرعية، مما يعتبر ردة حقوقية تسائل وزارة التربية الوطنية التي تهضم حقوق الأساتذة والأستاذات، ليس فقط بفرض التعاقد المشؤوم وإنما كذلك بإجراءات جذرية مخالفة للقانون، مما يجعل مجموعة من الإطارات مساءلة اليوم، ألا وهي الإطارات النقابية التي تقف اليوم مكتوفة الأيدي أمام هذه المجزرة التي ترتكب في حق الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد. فبالتالي اليوم يجب على وزارة التربية الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها، كذلك على الإطارات النقابية والحقوقية أن تتحمل مسؤوليتها في هذه المجزرة الحقوقية التي تقع في حق الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد. على هامش هذه المجزرة التي ترتكب اليوم لدينا إنزال جهوي هنا بمراكش أمام هذه الأكاديمية حتى يتم العمل على سحب هذه التوقيفات وإلغاء هذه المجالس التأديبية. جينا واحتجينا من كل قرينا جينا.